الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، وصحابي سيديتن أما صياشني سيديدان ما أنت نوحى أن بلابينا قيبتي أود بيسي كتابك جزكي أفري تمنات وكتابك أكسو قبل قبابي والله الحمد ولو صحابي أنبضني أي نوخر سن وإلا سدح أسبوع إن شاء الله سبحانه وتعالى. سحابي قمانتا المغيرة ابن شعبة الشعب يحوي إليه دهاته العربي أربعة أفر أي أودا هذي سن وضدك التالان تتكا ونالو أقوسو هكاك له معاوية وكالل أنا حسلوني أهديته معاوية أوتك وعمر بن عاص للمعضلات ملكي مشاكل ويماضه وحل حلم ويسجد والمغيرة للبديهة وريغ مغيرة نوانين هذا الكم مركي بهلي أك وضدك مركي ساعة سؤاش أوسع العيون كفا كريد جوات مركي بالدراء وقت أقاضا يعني كقاضا وزيادة من أبيه للصغير والكبير مدير مد وين بيسنا ودر هذا منها من هؤلاء البداة الذين قطعوا الفيافية وجاوزوا القفار يتعاقبون كل ثلاثة على جمل حتى بلغوا ديار فارس هداة الضبي أهيان أهيان كوي يغرمي لأها بحقو يو لما دقام با صومري يو هو كالتمي أما يسكوب بدلية حرتي وقاديد وأهل الله يكسو قارين ديغان كره فارس يوغو هدات تدك الدين كويري. فإذا أبى الفرس الهداية صاروا ذاتا وأقوى قوة مركي فرس انتي ما دين الدين كإلهي وقبا قام مركي كوكا عن سيران يسور رقي دد يوغو الدولانة أوركوا. من هؤلاء الرجال الذين تقتحم عيون الفرس وأقوى قوة إن لها راي فرس أي قبانيان لدو حاجة لسجارة إساق إلى اليان والديرة ضع إسارتان وأكوة فلا ترى على أبدانهم إلا ثوبا صفيفا صفيقا وركع ذلك أي دولة دا إنت عليك بقرتوين إنت عليك إسك إلى لين يسو وضد ذلك أي حريهين أرصوفة وأضج ضعو حرم ورح وقت أما شتاه اللي قدره قبوها اللي قدره أما صيفها اللي قدره كلها اللي قدره ولا تجد في أيديهم إلا سلاحا خفيفا ضد هبع لسوة تنمى وحن معنا لهم بقى عن تكسستان وهبوة ولا تبصر تحتم إلا خيلا أهزلت أو أهزلها الضرب في الآفاق وأظنتها قلة المؤونة وحي جديد هان وطان وفرس اسكوي دوبو تبقى على الهين وصو صفر وجري على فلان يقول عدي هل كا يسوي معلول كؤة وهكو يدك كان إنهم الكمات الأبات والرجي يوهل يداها أدو المديد ياشاها الأباة فلان أبي وانين ان ظلم لمبرين كانوا او نعب قلني ماذا نعب ان ما لو قاعد عن نعب ان دتك لا ظلم نعب فلان ابي ابا فلان كذا الاباء ومرك لا جميل فرسان النهار عباد الليل مالك ان وضد قال كجره حبيبك عباده اتاغن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضدك رسولك الله صحيح صلى الله عليه وسلم الضب لقد نهدوا من بطن الجزيره العربيه بقياده سعد بن ابي وقاص dadkan daadan ka hadlaynaay waxay ka soo dhaqaaqeen aljazeera alarabiya meesheeda bartanka ah halkaas laga soo dhaqaaqo maka ah waxa ciidanka hoggaaminaya sa'd ibn muqas wajaw ila kisra wa qawmihi yahmiluna ilayhim da'wata alhuda walhaq waxay soo socdaan ba safar ku wuxuu ku heeriyay dhigtay halka ay furus kadibna waxay بلابين إن دينك إلهي وباقيان سفر دير مركز سوق لين كدب وإيمادين فرس طبعا وقت جاء مركز إن إير إني ملعسية لو جن وان صامرتي عالم كسي يسوي حجرة قوة مرة البابا لقدم بيو أو سوبر باورس
ama waxay carabtu u yaqaana al qutbiyad dawliya ama qoladan ay dhahaan super powers. Sida yani waaga marka waxa ka talin jiray Furus iyo Rom iyaga ugu waaweynaa. Marka cid isku taagtaagaysa dadka ama raba in ay noocan u babac dhigaan, waxa loo arkay qof waalan oo kale, maxaa yeelay markay hub iyo taagan tahay iyo cadad cudub markay taagan tahay, dagaal markay taagan tahay, dad madax la gelin kara marka maaha. Dadkan hadda aan ka hadlaynaa intay soo dhaqaaqeen ciidan uu hogaaminayay Sacd ibn Waqqas ba waxay soo abaareen xagga iyo Kisra, kadibna waxay yidhaahdeen diin baan idiin sheegeyna. Faida abu xamalah fi wujuhim suuf, waxaana go'aan ka ah oo go'aan meel ugu xariiqan ah, haddii dadka kan baaqan diineed ee loo sido ay ku gacan sayraan oo dhegaysan waayaan, in markaa seefta la daro. Dabcan labada ciidana marka la isbabar dhigo wax isu dhigma maaha. Yani marka maanta aan caqligeennan hadda iyo maqaayiistan dadka wax ku qiyaasaan iyo military analysiska dadka maanta wax ku qiyaasaan, haddii la waa nin waalan oo raba inuu yidhahdo kaligay waxaan raba la dagaalamo 100 qofood oo seefo sitaan waxba aanan sidan oo iska sacboolay waxba aanan sidan, qof sidaa dhahay oo kale wey. Dadkan marka waxay socdaan ba caskara jeish muslimiin biqiyaadati alasadi Sacd ibn Waqqas cind alqaadisiya yataahabu liliqaai alcaduwi wahuwa laa yaziid cala 30,000. ciidanka muslimiinta waxay saldhig ka dhigteen xagga iyo alqaadisiya, waxaa ciidanka hogaaminaya Sacd ibn Waqqas. Waynu soo martay qisadan, laakiin arar ahaan buu u keenay. Waxaa marka habeenkii oo dhanba loo tabaabushaysanayaa ciidanka ingiiska la daro ciidankii Furus. Ciidankan dagaalka galay ee leh waan dagaalamaynaan ee muslimiintan waa 30,000 qof. Ama jeishu Faris ciidanka ay rabaan inay la dagaalamaanna faqad balaga 20,100,000 boqol labaatan kun ciidan gaaraya ayaa waxaa raba, waxay rabaan kuwa iyagu 30 gaarsiisan oo cadadkoodu inta yihiin la dagaalama. Wa kanat cuddatu almuslimiina qaliila daiila wa kanat cuddatu alfurasi tafuqu alhasr wa taghiru cala altaqdiir. Marka aan ama wataciizu cala altaqdiir, aan dhehe tirada dadka muslimiinta ah iyo cuddada ay wataan iyo wax hub ah wax yar wey, halka ta kalena aan la qiyaasi karin. Maanta diina hubkooda hala tiriyo lama tirin karo. Taciizu cala altaqdiir waa maxay? Way adag tahay in la tiriyo la qiyaaso, halka muslimiintuna waxay wataan waa la yaqaan. Tira markay taagan tahay waxaaba kaaga daran ninkan waxaad ugu timid meeshii deganaa, deegaankiisa aad ugu timid, wuxuu yaqaan halkii dhufays laga dhigan lahaa, meesha dagaalka laga geli lahaa, buurihii la geli lahaa, waxaasoo dhan buu yaqaan. Adna dhulku kugu cusub yahay, keliya waxaad wadataa kelmada kalimatul iimaan keliya ayaa hubka ugu culus oo aad wadatid ah, waana tan lagu guuleysan doon. Wamaca dalik saa iyadoo ay jirto oo labada ciidan dad isku dhigmay aanay ahayn, faqad kaana alfurus yarhabuuna muslimiin ashadda arrahba. Nimanka Furus aad bay ugaga baqi jireen. Kelmad luqada carabiga meesha ay ra iyo ha iyo ba ay isaga tagtahay waa baqdin. Taas waa irhaabka, waxa irhaab loo yiraa laga baqaway macnaha. Baqiyin, muslimiinta ka baqiyin, antum ashaddu rahba, marku quraanku ilayhi waa tan. Wa akhaafuna acdam alkhawf, baqdin badan baa ku jirta marka. Wala gharwa fa saxaabatu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam jaa'u yu'adduuna al-amaana ويبغون الشهاده لا يبال الواحد منهم على اي ذنب كان في الله مصرعا. وحكى لنا ماهم محل لو غا هيبيس محل صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحا كغونا يمادين هرت ان امانه ان صارن او دعوه هرت ان غوتان كو طلبات وحي رادين ان شهيدان با مره قف وصعد با انو دنتو يولك او رادين وحا او رادين با ايتا انو دنتو ميا لا ادكان كرا هذا قف لا ادكاده او قف انو دنتي انا رمي. Walaakin nabiga sallallahu alayhi wa sallam markii xadiidkii uu yiri ummadaha dhan baa saa idinku dulxoomi doona, markaasaa laydin kala dafi doonaa sida luqmad xeera saaran oo kale. Markii saxaabada ay weydiin mayda amin qillatin ya rasuulallah, ma tira yaraa noogu wacan? Markaa si laa bal antum kathiir waad badantihin, laakiin daad xoor baa tihiin wax la tirsada ma tihiina. Markaa si nabiga sallallahu alayhi wa sallam sababta u sheegay wuxuu wax kale maaha bimacnaa mowtkaad necebtihiin buu yiri. Qofku markuu inuu dhinto uu ka baqeena marka si kasta ama sida doon laga yeelay dadkan marka tirada badan adiga ku tirsan tahay, anaga hadda sheegayna 100,000 iyo waa muqdin inuu dhinta rabo socda wado malgi hadaba walaa yarifun laa yarifun kan ala allah fi allah masra'u. Si kasta oo loo dilo, mar hadii ilaahay dartii loo dilay diyaar buu yahay. Waa sheekha ka soo qaatay, waa wuxuu ka soo qalin daartay gabaygii markii uu lahaa oo kale.
خباب وقلبي ومركي للدلي ولها معرتي وما آب يلي على أي جنب كان الله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أسهل الأصوال شل ممزق وقبي وتيريني مركي اللي هذا اللي بدي لي محطة الدار من هاي المهلك اللي يرقه يسيدي اللي لك دبا مر بهدي إلهي درتي أيتها حلو البهدي اللي درتي قد ما مرق الهوى. المهم أما جنود الفورس فارس لكن أيضا كان أي صهيان وفارس فقد كانوا على وفرة العدة وكثرة العدد ترى يوحي إيش قدر عدد عدد لا يعرفون لأي شيء يحاربون وعن أي شيء يدافعون لكن لبتها ستة وحيتها وحل الله قال الله ما ترى ما ها عدد عدد ما هنا ما حد قال الله ما يسا يا ضد قال الله ما يسا يا ضد هي اللي نيسا يا تكهي اللي نيسا ما حد دي دنت ما حد تاجر وما عدا عسكري بتالي مشار بقاطع دقالهم بالي لكن كان مسلم كهدف بوسع الأمر مرك الله رب أو ضد كان الوجه بين هدي أي هلان وآه هدف كوقف كان وصل على مركز أم وقته إيوه أم كلي تجاب بضن لكن ماشان من كان مسلم كأه تمرت تمرتيش أنت يدون هلا كاتئ هو يشيك السبب هقول لي تريد هاي راتئ وحي قانا وحي أسعدان هنا فكول لذلك كان قادتهم يقربون أو يقرنونهم بالسلاسل والأسفاد حتى لا يفروا عند الزحف ويولوا الأدبار وحي سمين دي للمركة مركي مركة دقالك اللي قريو نمك جيش كان فارسيين تا عدو قاه مركي دقال قليان نمك عيدا كحقاميني أبان دولاه وآه وسمين دي الأسكار توحي كوح الهرج سلسلة ضب يحركوا كحر هرجلي ومرك ساعة كور قال يسوس على سين أبح سنين أيما أردن هل كم مسلم كأ باش يصاص عتو كور تجيه فلارت يسوع هذه أصول لجيه أو سيفت أصول لجيه ككلام بحسن مرك ولا هرجلي سيسن جوب تو كعررين ومرك أنا سانت أردن وكان صاحب فارس يعرف ذلك من المسلمين فقد بلاهم من قبل الضباه نيكا كان مركا عيدا كان فارس وتاي يدد كما لحظة ده ويقين دت المسلمين تعد ايه محايا لمركي اوه الرئيس ما دح لس درمها معارك كالدوان بقى صامرتي قابا كالدوان بقى لسكسو تجابي شو ما هو الرئيس ويعرف ما عليه جنده ونا يقان عيدا كيسا نوحك سورتو بكرة فقد خذلوها امام المسلمين اكثر من مرة وحبا انت صجر ان اي رنتي جب اسو جيدين عيدا كيس وجب اسو جيدين وقرب كيسا لقب حي وعيدا كو اي خذلان اي كسمين اي هوجين انت روح حصوصتها ومن هنا مرك مرك ماشي تاجنت هاي أرسل رسله إلى قائد جيش المسلمين عسيرين يو ضد كاتي ستين وابون شضع وعباء نسكن عي كرين لمن كان لمن كان لمن سهلا ما أبورها أنا قاقين أما يكو وأنا كسنا له هذا ضد كم وان لقى شد وتشيس يو وحب بهينا إسكسيسين حقا مرك الألوشة وترتنا كعلى إحدان كل مرك يحسمي والله الله ودنبال ودري عيدا كمسلمين تنيك هو جامين سعد بن وقاص يسأله أن يرسل إليه نفرا من رجاله ويحيروا عن ربا رقئي صدر بيل ليفاوضهم فيما جاءوا من أجله المسلمون وليقف منهم على ما يريدون وعروا مركة في روانوان أن وضقلنا سيئنو قاد أجيد كاد أتيم عدين إذن تهد لذين أن ربا بل هرتا ده صدر سيئ إنك أدادان مركة هل كان طبعا المسلمين توحى اصل ايه وكا سيكا صوت يبدا قال جعليين سيكا صوت اي شهادة ورادين هذا نبضه اي اصل كاسلام كان اختار سعد عشر من اصحابه فيهم المغير سعد من قاس حوض درسون كتبنن ورقي دا قال لما يقى وعيدا كي كم ده منهم مركو حاو كجير واسحابي قا هدا نصو عنه هالكو مركو هالكو سوق قليا المغيرة ابن شعبة اي كجير طبعا كنا نقل هدل للقاء عظيم الفرس يلا لكل ما يبقر كي ولا لكل ما ولا تسأل عن السبب الذي جعله يختار المغيرة هذا روح لي شوي ديان معهن صوبتك أنت إن سعد بن وقاص وسجارة ودورته المغيرة محيالي كو صوبت الله دورته هذا الوشيقية فقد كان عرب كجرة إيه هذا الكهيلي أوك وميشي سسارة سبونتونيوس لوحد حتى كانوا يقالوا له عددكم مركة أي حتى أولي جيران ليه جنا مغيرة الرأي وهنن هذا الك ماشى للربا إيه سيد للربا
جورت الربا ماشي لو تلقى قالوا دي. وكان الشعبي يقول الشعبي نحو دي هذا كان صامره جهات العربي أربعة: معاوية للأناة، وعمر بن العاص للمعضلات، والمغيرة للبديهية. مركب مغيرة هل كان سكجرة هضبه ولم يخطئ سعد. سعد جوان كان أوقاتي أه إنه سجارة أم قعوضه مغيرة من شعبه كموسا جفن كو. فقد كان الموقف يحتاج إلى البديهة أكثر من حاجته لأي شاعر. ما هي الموقف كان ما الله الصعود معها من مبارزة أو سيف ولا شو صباح يا ما، لكن شو بها الموقف هذا اللي تدعب صنعه أجندوين بقى ماشي اللي كان محضر بقى ماشي فورا ولا وضع هذا الدونة رأي بقى ماشي اللي ديبان دونة عد كجا مناسب صنع مغيرة مرحة دي بتاعي انت هذا البال الشيء يا يقو أمان القادنة مغيرة مركة وتوها منك أنسب شخص ماشي اللي أدره. المهم مضى هؤلاء النفر إلى لقاء عظيم الفرس على موعد بلنتي اللقبتي بيكوتاجان وحلق المان جاميها وبقر كي فرس تايتل كاسول عظيم الفرس. فخرج الناس شيئا شبيبا وشبانا ونساء وولدانا يروا هؤلاء القادمين وحا صبح مرك ما قال له حاسكو صبح وحا لويحي وضياله لن يرى رقي الدمر المير المواوين وحال راه مرك دتك كان صوص تومن كانين ارتي الله صدى وشتله بحيث لقد سمعوا من أخبار بأسهم على عدوهم وتراحمهم فيما بينهم ومساواة بين رئيسهم ومرؤوسهم وإيمانهم برسالتهم ما أغراهم بالخروج إليهم لينظروا ما يكونون. هذا كما حد يقول هو ذا الرمي وكبط بطي وأفر لها تنك الساعة الوسوع العليا كلمة ضد كما ضد حرب ضد كل ضرن وضد إسكائلية وضد السن حريصة وضد كلا الضمباية وضد سنان وإكبر حيث وإنك ما راح رأى إنك لا تليني وسميهن وضد رميسا هدف كي يسعنا رسالة وحي بها كبت بطمر بروحي زينا وردتك كان ضدك وحي كشي جيان بل عندها للرعداني صبح ضدك انه ما صبح المرك. فلما رأوهم مركي أركان تولينا وصوص صعودة أخذ منهم العجب كلما أخذ آد بأولي هذا حيابها بقى سويمت. لقد لفت أنظارهم أجسامهم الدقيقة وأرديتهم السفيقة ونعالهم البسيط. فمركي يبقى إنه هذا كل عيب ضد جو اسكال لوبانو تمر بقى انا لهين برك اي حرين هنا الصوف اسكا هو ومركا جيركي بعسلين اي كبا مركا نوعا ما كبا اسكا بسيط كاني دعس وتان وتر بروف حرين باب الغيابة وحصل سوك اللي سوك اشتين. وخيولهم الضعيفة التي تخبط الارض بارجلها خبطا اي وحي وتان فرداء دو تمر درنو وحتى انت يسعون كري ويدي روح لوكا بجيديس. وصياطهم التي يحملونها بايديهم اي وحي وتان ما عرفتي قرباشي شابوجي وتانو قعنت كوسيتان وسيوفهم وطروسهم يفسافا يوحي وتانو وحي رجعشان لسجدي ضد اسكب بسيط ما بقى هبا وحل فيلي وحي فيلي ما انت دي عيد الغوب بوني وحس لا ده هو دفء ملك وني ما كان عرفتي مصعون ياشا وني من دول وحس كان على عيني سمتري وسان ضد كما ضد اسكب بسيط. ولما سألنا على عظيم الروس على عظيم الفرس مركي لسوق قال الباب كي قصري اللي قال لها يقول هذا ما صقلنا وجدوه قد زين مجلسه او قد زين مجلسه بالنمارق المذهبه المذهبه وجمل بالطنافس المركزيه او المزركشه واظهرت فيه اليواقيت الثمينه والآلي الفريده ومختلف ضروب الزينه والمتاع. هذا المجلس كان ديوانية ده وبقر كذلك وكو قابلي حال سميه ورت بركيم الذهب كسميسن والذهب صار له حرمي بحثت ماشي الله صدق وآه وأنا مارق لي وأنا مارق مسوفة وبركمة لب وحالك يا نهضنا روجك ورنتي عجائب تود له وأيضا نوع زركشي جاه نوع وقالي سن ولا دي وحالك يا نه وحال وحي وقيدة وهذين نقولنا بيرليس كنوع وقالي سن ماشي الله صدق وحال وحي جوجل وقرحين لها أمرول وقرحين لها أما دينيات وقرحين لها الله صدق يعني لو أنين ضد هنتيها يستوى نقول بقر. أما هو مركب نيك بقر كافها قد جلس على سرير من ذهب وكف ديا ثرون كرسي كسم يسن ذهب. ولما هم بدخول عليه قال لهم الحجاب مرك يصير هذين قلع كي سحابة السعودية طبعا كأها أي أن يمن كي الباب هذا تاقنا وردين يا بقر كافي هذين ضعوا أصل هذا الباب هو
halka iska dhiga waxaan yar yar iyo shabuugan gacanta ku sitaa ka soo dhiga dhiga dacwatumuna horta annaga idima iman idinka hadno oo yarti kow fa ima an tatrukuna ala ma ji'na alayhi wa illa raja'na sidana noo daayo waxaan annagu sidan hadii kaba laabanayna adaan noo yarti dan addoomada ilaahay u caabudan ilaahay subxaanahu wa ta'ala saasan u soo saarnay ma istaagan ma khald marka hadalka markuu bilowday mid ba istaag wuxuu yiri ilaahay baa soo diray wuxuu noo soo diray in aan dadka ka saarno inay addoomo ilaahay addoomadiisa addoomo u noqdaan una saarno inay ilaahay addoomo u noqdaan horsaa saan u socono wa min dayqi dunya ila saatiha noloshan ciririga dunyo inaan ka saaro oo tayada waasican u saaro wa min jawri aladyan ila cadaalati alislaam diimahan ku gabood falo ku takrif falo jairinta jairad ku noqdana inaan ka saarno diinta islaamka cadaalada leh inaan u saaro fa arsalna bidiinihi ila khalqihi linadcuwahum ilayh ilaahay baa diinkiisa nala soo dira dadka inaan ugu yeero فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه قفكي نغيا لنا انغن وان كيلنا وكلا بنا ومن ابى صم قفكي ديدا قاتلناه ابدا والله تعالى ما حتى نفضي الى موعد الله الى موعد الله الا ان كلم يعني ما يستاجل مركز شيري وما موعود الله ايش شيء من حكى وضع موعود الله اله بلنتيس قال مركز شيري نيك هل الجنه لمن قتل والظفر لمن سلم qofkii la dilana janna sugeysa waa shahiid qofkii noolaana qaniimu la tagaya uu badbaaday qaniimadiisu qaadana faqala markuu wuxuu yiri qad samictu maqalaatakum boqorkii waxa uu leeyahay waa idin maqla waxaad tiraahdeen fahal lakum an tuakhiru hada alamr xata nandur ilayhi wa tanduru ka warama haddii aan xoogaa yar u kaadinno oo dib u dhigano aan kasoo fakarno ninkani kasoo fakara annaguna aan kasoo fakarno qaala nacam ninka muslimiintu hada leeyahy wuxuu yihi afayeenka muslimiintu waa yahay waxyaag kama axabu ilayk yom o yomayn mise maamood baad jeclaan lahayd inaad ka soo fakartid qorshaha maalin mise laba maamood qaal wuxuu bal xataa nukaatiba ahla ra'yina wa ru'asaa qawmina may horta waa inaan waxaan ku qasbannahay dadka ahlu ra'yiga oo dhan inaan arrinka u bandhigno oo madaxdeenna iyo dadka aqaaliimta inoo jooga barasaabyadii umaradii dadkan inaan wargelinaan u bahan marka meel walba in meemow la qabasiiye wa la wargeliyo faqaala أفينك مسلمين تهلوا في ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث النبي صلى الله عليه وسلم نومص نين عدو إن دبوا لقنا إنك بغي سدح ما الله سدح ما الله ستا فانظر في أمرك وأمر قومك واختر واحدة من ثلاث حد دبا دب سقول الله رأى سدح حرمات بانكوسة بانيها سدح بربوسة بهالكيها سدح ذا نهندي سود أنك ميسك صوص صار نميت كميدة وأسلاذها عديقة iyo dadkaaga waa danba ugu jirta dooro optioniskan haddaan kuu sheegay faqaal
قال مركو حيري بقركي وما هذه الثلاث وسدح ذن دورة شو أدميس كيسو صار إسان وتمحيت. قال وحي لقد أمر أو أمرنا نبينا أن نبدأ بدعوة من يحارب من يجاورنا من الأمم وأن نسلك معه سبيل الإنصاف. ارتكو نبي محمد صلى الله عليه وسلم نفره إن أن دعوة كبل لنا ذلك الدرس كنا لها جار كنا لها أو أن كرسون أصلا ما ينون أن كحد قد بني مركو حين نقانا يسا فإما أن يدخل في ديننا الذي حسن الحسن كله وقبح القبيح كله بدون بين نقانا يسا أما إنا يسوى قلان دين تيننا وحكى السوء وانا اكسلنا وانا كدك توحي حن حماي سي ومد واما ان يختار اهون الامرين اما لا الريموت مد كاسهلا هقاتين وهو الجزء ان عنشور بحيان فان ابو هدي عنشور تديدان صومها لم يبقى الا الحرب والمناجزه ان مركه دقال لا يسكو قاده كدبنا لا يسجفه ومقاتله يدر ان الدعم ما كانوا ما حصل انتاس فميسك كو صارن إن الدين كان صار عذاب والله قرتي صوما ديك هدا ديدان صوما تأينا جزيد يأق بشان إن عنشور لدين كقاضي جزيد وصم صارف وحتاكسيشن وكلا وقفك أنا المسلم كأهين وضوان المسلمين تكون نول أما النبت قليل لسي أما ضدك أهل الكتاب كأهل الذي وقرآن كون أبو شاقي معركتي عن يد وهم ساغرون قرآن كوتي الماما يا والله قاضي لقى قاضي والأمان قليل يا والإلالي يا ويحي المسلمين تأسكي إلالي يا والله إلالي يا على هدو صور ولا دفاعية يو الدين كود اسكايس الدين كود ان اوفر اكشين الا قصبين تاوامد هدا ديدان صوما واسلام كن سوق لي ويدان جيزان هذا اركتان ان حوق واحد لان كاقا قاده ديدان تهين دقال ام بحر سن سدح ذا دور اشار ليد هاي اديقا سدح مال موضة ما تهي ستاك سو فكر لكن وحان لا تشان يا ايو اهل الرأي وال وحان وعيا هبل اي هبل هوشا نول نوتارنا انت مركو مغلي فاستشاط عظيمه الفرس غضبا عرديسي وبكدره بقر كأدب حنا فركو طورت وقال بحر إني لا أعلم أمة في الأرض كانت أشقى منك ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين بحر إنت أن أقهي عربي عربي هداتهين ما قرانا بحر تاريخ إنت أن كأقهي أمة إني كلي ذاته وإني كترير وإني كخلاف بضن ولي قبل يسكول لقنا جلتين كو وقد كنا نوكل أمركم إلى قرى الضواحي ليكتبوكم أنك أصلا ولي قبل إنت أن إذن لفر يصنو وان وانا انا قال ما بدي اجري ما حن لها اللي جنني تولوا يكيدين دو ما دخل نو جوكتون بعد الا شي كي سنجري وما كنا نغزوكم استصارا لشان حتى ان يكون سو دول الجنين نو ادين ليدين يعني حتى ضد ترسم بنو اكتنا كما ترسلين فان كان عددكم كثر فلا تغرنكم الكثره مركز عيل هذا ما انت بطتين ان شاء الله يحرم ما اذا هينا يعني بدل ادين كدينين وإن كان ضيق العيش والذي أهاجكم هديد الظروف انت إن كنت من ظروف لقال إن هيسو وإن لش عرير إن كجشان إن صاب بحسنة فرضنا لكم قوتا إلى أن تخصبوا وحن راشين وحبان إذن قرينا إلى أن حوالا كقيدان شيد هدو إن صاب صاري وحبان نسيننا وأكرمنا سادتكم تتكين ما لحظانا وما موسى إنا وحي إبهي وصيننا حوالا شلمات كودا ما أطورنا قلنا ذو دي وحي لين وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم ملكا يرفق بكم متكلان وحنين ديارنا بقر إذن أهدي أدين ترتاري وأن نبي دين قرسين مركا نين كان وحب مودابة ضدك كان إن الشليمات رادين يا إن النولر رادين يا دركو ذو مركو أركو وحكمين يا وحيروا انتاس أيام يكون تكلانا عربنا وما ترسلين بيور أدو اللي تي يعني. ثم أتبع يقول هذا الكيسو سيو تحيو الرعي سير رعي إنما مثلكم في دخولنا أرضنا كمثل الذباب رأى عسلا مركان مهما هبوا ليه بعد كده جنتين مركان لور كان كسو الجريتين اعتمادان سدى تقصي أنتو ملم أركي كدو الاستاي وكلا أو أما أنتو سكود الاستاي من بيحري من يوصلني إليه وله درهمان تقصي بيحري ليه ورياء ملم كان إيجارسي لا درهمان بحنا يعني فقد سقط عليه فلما سقط عليه غرق فيه مركي الجارسي اللي ملم كلا دول استاجيان وهلك قطين بضبيه فجعل يطلب الخلاص الأون هدنا يقول له يا إيجا سارة ماشي فلا يجد عكا سارة أنه هلين وجعل يقول هذا الكسيوة مركز سحير من يخلصني وله أربعة دراهم مركز سيري يا كوا كان إضافيني أفر درهم باسينيا انت مركي هذا الله ذا سيوة وذي ثم استشاط غضبا إسلام بقر كيب هذا الكواتة هدنا وسيع رودي وقال مركز سيري أقسم بالشمس قل رحنا كل أرتيب إليها كلام الله هنا لأقتلنكم غدا بروين الله يمين باش مركو حي قارتي إن لا يسو دارتو
هذا كنا وكتاك تاجمي دكتور جقبة يسكت لهان نيكن وحو بقى أركابة يعني هديد مركي وح الندية مركي دي الندية ومحي وحنا يبقى كانتر باتلز إن دك سوت نجمع مركي وهذا الله يان وح الله وضع قوان كلا لكن نين كو أركاب إن تقصي كو جمها ما هي وح اللي تكو أركا أركا قال لي بن أو تاريخ هذا هرك وجوح من ساسات هيدين وياش أصابع أحيان هذا النيل هو ذي كلامه إذن يسوع أركا إنه معركتي صمت جارسين مركو هذا كما يشمر عند ذلك قام إليه المغير بن شعبة سحابي ما أنت مركز يستاهل وقالوا في أيها الملك بقروا إن هؤلاء الذين كلموك أشراف يستحيون من الأشراف ردتك ولا اللي ما أنت بعيد وضد شرف اللي هو ومحترمين وإن كحي شرف ضدك شرفت له إن هذا تاك تاك نرت إكوير هذا نرت أبو وليس كل ما أرسلوا به إليك قالوه لك وحل روحي الله صدره فرينو إسدين هرتكوما ينشيقين هذا هذا كوحاف فقد أحسنوا رنتي ويناجين إني هلك أكو إكادا ولا يدروا بمثل إلا ما فعلوه إيه وكلنا مقام كوذ وحو مناسب كوي هو عنتما إنت إيه لادين إنا ينرافين إنت هرت وكو فإن شئت بلغتك عنهم يشدون هذا تربتت هذا الكأني ولي كوشيقين أنا هدا كوشيقين إيه ونوا مرخاتي بل ديار النقو إن كبير بقرو قد وصفتنا بما كنا عليه من سوء الحال نعم وحرنا وشيكتي وأه حالات حين إن كجر جني فجاء وصفك دون الحقيقة رونا هانتي سيدا نوت المانتي واتكسو كان العديس المانتي سحراه لأنك لم تكن عالما بنا محايا لوحد ما قشكتي وح صح إنا يساني وحا موجيني محايا لبرو نوع مهيس وقت يقدر كهل لي سنين جوغ أدو ماذا نهين لبو وأما جوعنا الذي ذكرته قاجدا ما قشكتي صوما فلم يكن يشبه جوع نعم ويجرتا إن قاجدا ما قشكتي قاجدا الله مهي إنا يساني صوما وعاد بيو أتكي فقد كنا نأكل الخنافس باشان بالبالي دام بالبالو قيدهان بنعجني والجعلان حرب الوال كان عنجني والعقارب دبقلوا عن عنجني والحيات أبي سوين كان عنجني ونرى ذلك طعام استساغا وحين أنه لم يقت إن عنتل عني كرئينا إيه تانا ويجدتا جغجحوا أن صوم مرتب وأما منازلنا هل كأن دقنا صوم ديقان نذين يقريها يقلنا ندقين فإنما هي على ظهر الأرض وكاسان بعجن ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوابر الإبل وأشعار الغنم درنا وحن ما هان جنني لقرت حالها أيام حرن جنني وحن ماشى كفل كنني وحن ماشى إسكتل إسوع أدنى إسكتل طلنا أم بن حرن جنني تانا ويجت الظروف تانا صمرت كان ديننا وحد ديننا هذا مغيرة هلاي أن يقتل بعضنا بعضا إن إسلينه وأن يبغي بعضنا على بعض إن إسكحت قدمنا إسدولنا فكان الواحد منا يدفن منته وحد يجت ميدا نرنا ميده هدي أي جبر ودلته إنه إن أنتي سحبالة وهي حية أيضا نول إنه نول حبال الجري وأحكى لنا ما كراهة أن تأكل من طعامي سوى جديد إن الراشين كل عمت أمين عيب سوى جديد وكنا في هذان عربنا هاي نعبد الحجارة لك حانت نعبد الجن فإذا رأينا حجرا أحسن من الذي نعبده ألقيناه وألقينا غير وأخذنا غيره لك حان عبد إن هذان نرى لك حكى لك روح بضن وكفي عنه كي هو انتان طورنا مثل كلكم بدلا جنبي وانا صامرت لقد حال كان حالنا او لقد كانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك ما انت كهر حالدن وسنهر تكوش شيء ثم بعث الله الينا رجلا منا معروفا لدينا كدم اله بنوص وصاره من انك مجمد ان نقان فارضه او فارضه خير ارضنا لولك وكس الهي كس وصاره ولولك النوق ونكسن وحسبه خير حسبنا نصبك يهلك او كل سبشكتو فيركي سنه وضدك نوغو ناكسن وبيته خير بيوتنا قلو كسو جيدن وقلو نوغو ناكسن وهو نفسه اصدقنا واحلمنا وانا نك نوغو رمضانو نوغو نضو القاد بغن فدعانا الى الايمان بالله وحده وحن نوغو يا الاله كليين الرمينكو وقال وقلنا اسنو نير ان نوغو جواب وصدق وصدق اله الرمي وكذبنا يعني رمبو نوشيك وكذبنا ان وان بيننا وزاد ونقصنا وحبون نوسو كرني أننا وحبانه لنك فلم يقول شيء إلا وكان يعني وح الله وحي النبي صلى الله عليه وسلم أفكي سكسوا بحبه أنه جواب ما كبه حج النبي ولا أنتك الله لكن فقذف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه إله بقلبه أنه كسو طوره إنا رمينه رعنه فصار فيما بيننا وبين رب العالمين كدمنا إستقى النور لحي إنك إلهي وصدري سيوحي أنه كسو قال فما قال لنا فهو قول الله
وح الله وح النبي قلنا إلى هذا وهذا الكي إلى هرتوغو وما أمرنا به فهو أمر الله وح نفرنا إلهي أمر كي يسوي وقال لنا وح نيري النبي صلى الله عليه وسلم النبي حتى معركة ضد كي سأل بحكي شيء يجيسي من تابعكم على هذا الدين قف كي الدين كان أعدتك ويري سان إذن كسر رعاي فله ما لكم عليهم عليه وح إذن كل ليدهن وليه وح إذن كلا نكربنا ولا كرب يعني بمعنى ما بحكي إلا نقفك مسلم كسوين لأمان قليو نفتي سي مالكي سي حولين سي لونا بدل والليل وحي بحل ويلا هذان والله قربا ورسا تاؤه ومن أبا صوم قفك ديدا فأعرض أم فأعرضوا عليه الجزي بيقول النبي مركا أبن ديقا وحتى هذان بحي جزي بح وعن شرطة ثم حموه مما تحمون به أنفسهم كدبنا بروتكشن يبترونج وحي دهان سيا إلى لدي سيا هلا إلى لدي ومن أبا قفك ديدا فقاتلهم جيسك قليو ضل دقالهم هذا هو يحيي فاختر هذا الكوا كان نمكوا إنه كل شيء إن حتى كل شيء نأه كلا الدارة إن شئت الجزية أما الجزية قاضو تدفعها وأنت ساغر واحد مصين يسوي لي ألو دولي سندول لك بحنا سبري ما وإن شئت صامة فالسيف سيف بكسوجيس أدو كلا الدار هذا الكوا كبيديس أو تسلم أما إن الإسلام تقول الله ضبط كبر وديد فتنجي نفسك وعشيرتك ألي غيرك أجمعك أبد بعدان إن المسلم إن هو كلا نقتت وأدير الجبد بعدي وماشيني وادي دين صومها إن الله لا تعترف تا صومها أننا إمام كسين جيزبه لكن تكلم إلا كل عود قال قالوا فغضب الملك هذا كباب كسيد ضربه وقال وحول لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم هدي ضدك رسول شاء اللي سو صدر سفرادا ضدك أكلا نوعا ما نبض قاضي هدان للدين وإن دل لكن لقى النوع معهم بيقول إن رسول شاء أن دلنه ثم قال لحجابه مركب صلى الله عليه نمكي وردياش وحول ايتوني بحمل من تراب وحاد ايه كان تام بيري كيش عراء ايه كان فحملوا على هؤلاء الاشراف كوة نظبر كسار ربي على اشراف هؤلاء كوة ما لحظة اشراف تا كره ربي ثم سوقوه كما تساق الدواب بيري كدي هلك كان كحاية سيدة ما عرقتي حوالها كلا اللارة كلا أرها حتى يخرج بعيدا عن بيوت المدائن مركات دبد أسرتان ومقال هذا دولت كده الجرسيسان مركا كذب هالنوع هذا ثم قال وحيري طبعا مركا هذا الكلام اللي يري لأن هم بقر مركا وحيري كم رئيس ماشي وقدم رئيسي حرة مركا سي ذليل أه وذليلين يقول اللي تقول ماشي كسار عيد أنا إيه كان بير كودا يش أي قبنا يش أما أشراف تأسياد ده أنا هالك إيه كان لا يقول حرة تمان أشرافكم يعدين كجونا عشان إيش شيء فقام عاصم بن عمرو بيستاجر في أنا جديد يا صاحبين سكول إلى دينيا وإنما قال ذلك ليحمل التراب وجدد مرك عمر بن عاص مرك يشتاق معني إذا ما يقول لي أنا كفر لبضانة وحرب عيدا وإنك ضدك كوحا باردون إنه يسوق دبرك أردت فحملوا عليه ساق دوك قصار مرك دوش على قصار ثم قال لهم عيد ارجعوا إلى صاحبكم دي بقول لابتا فأعلموه أني مرسل إليهم غدا رستم يعني حرب النبي دي بقول لابتا سعد بن القاس عندها دي بقول لابتا وانا الشاقة بري وحا أصوى الدير الدونة بري منك اللغم عب رستم هو قاميه قطرتها ليدفنه مع جندي في قد في خندق القاس القادسية إسق يعيدا كي سبئن هل كا ترنج وينه قد وينه ماشي حباش على كقرن كقضا هل كا سانكو حبالي دونا ور كان يجارسيب لأنك مرك بقر كي خلاص ببدو حرتي رجنا سي وسليه ودلين كرتاب وصو صار عيدا بكسوراري فرينتا ألاقنا وحلوات دري سعد من القاس اللي يبري والو حبالي دونا وما هي إلا ساعات معدودات سعدوا كم السبورين حتى طلع الغد صبح ولا قارئ لكن شمس ذلك الغد لم تغرب إلى يوح قدر يضع قبل كرآن ودعين إلا بعد أن رأى جيوش أو جنود الفرس المنهزمون رأس رست محمول على رماح المسلمين دجالك طبعا وحنا صامر سد حلقة عن كجهاد لنا دجالك قادسية شيخ وح الدين يجيب نوع لي لكن قبل جواد ونسيو ما ذي نينك يقولها بري استجع حبال الدونة سعد من المقاسي عيدا كيسة وهلك كل لين دونة نينك ما ذي حيس الله سيده أو مسلمين تو يكون سيدان ورمه أي الله كان بقر في عيدا كان هلك عصا جب أم بسوق جاري معارك تو حيل هاد محطات كلا دون بيل هاد مدر بن والوجبي وحين هاد معركة القادسية معركته وجو كل كلر مسلمين ترنتي قيتي دم بأي أي لب علوس أي كسو ككانان هذا بدرس يوم واحد كل حريصة صدح ذي حلقة إن صامت القادسية وأن كرسو هذا لي الكاس نمحى كل ما هذا المغيرة ابن شعبة إيه أرض جيسي عجيب كلها أو سعي عين كي إيه إيه ورينا يعني وإلى هنا وبالله التوفيق.